طفل صغير اكلناه حاجه هيلفظها في الاول، بعد كده هيبلعها بس يشمئز شويه، بعد كده هيعيط عشان ياخدها. انا حريص على ان انا اقدم شيء جديد، وبحس ان اي شيء جديد هو قاتل للملل. اي شيء حاجه، اي حاجه جديده، واحنا مهنتنا انترتينمنت، احنا مهنتنا الغرض الاول منها التسليه. نحاول بقى نمرر منها رسائل، ده شيء عظيم جدا، ولكن لو ما مررتش رساله، انا رسالتي الحقيقيه ان انا سليت حضرتك وقدرت انسيكي همومك على مدار الساعتين. يبقى شيء عظيم لما بنكبر ويبقى عندنا اولاد ونبدا نحس بمسؤوليه تجاه بلدنا واطفالنا، بنبدا طب لا انا عايز بقى اتكلم في قضيه معينه، عايز اناقش حته، ولكن ده بعمله ما بقاش لو ما عملتوش اتحاسب. ده اللي بيضايقني شويه، ان طول الوقت بحس انهم بيحملونا مسؤوليات ملهاش علاقه بمهنتي، في مهن اخرى ممكن تبقى هي مهمله في ده ما بتسالوهاش. انا مهنتي ممثل فقط، دوري ان حضرتك تشوف الدور، هل كان صادق فيه؟ هل اقنعني؟ هل اثر فيا الشخصيه؟ يعني الشخصيه كانت صادقه وعمل دوره باحترافيه، اهتم بتفاصيل الشخصيه، ادواته كممثل كانت قويه ولا لا؟ بس ففكره اثاره الجدل انا ما بقصدهاش خالص والله تماما، يعني هي شيء ما اعرفش سببه ايه. ممكن ابقى عملت حاجه بس جديده، ان انا كنت ممثل مثلا فعملت اعلان غنيت فيه فالاغنيه نجحت، فاتبسطت ان الجمهور اتسلى من الاغنيه، طب والله اعمل لهم اغنيه ثانيه فعملتها فنجحت اكتر، اذا بجد طب نعمل ثالثه فنجحت اكتر. فحسيت انه حاجه من مهام وظيفتي وهي التسليه.